شهر اكتوبر الحالي لعام 2023 للميلاد، على بركة الله وتوفيقه اعلنت اول انطلاقات شوط الابكار اللقايا المحليات الاصايل. نسير مشاهدينا ومتابعين الكرام مع هذه الاندفاعات الاولى، مع الانطلاقة الاولى، حيث اجد شعار ايضا خليفة بن سلطان بن رشيد يتقدم في المركز الاول ويقدم لنا هذه الاندفاعة على مقدمة هذا الشوط. ينطلق مع المركز الاول مقدما لنا شواهين على المركز الاول، بينما المركز الثاني الوصول هناك من خلال الشرطة لمنصور بن احمد بو عوانة المنصوري، هناك ياتي في المركز الثاني وهبت الشرطة يا بو عوانة، بينما المركز الثالث عجايب محمد بن عبد الله بالبادي الظاهري يتقدم مع عجايب ليتواجد نصار خبير الاعصاب، ياتي هنا في المركز الثالث، بينما المركز الرابع يصل في هذه اللحظات علي بن يمي اللهيبي يقدم لنا عناوين، يتقدم في المركز الرابع. النقلة مباشرة الى المركز الخامس لأجد في خامس المراكز هناك القادمة شواهين هزاع بن غلام بن موسى البلوشي يتقدم على المركز الخامس، بينما المركز السادس الظبي حمد بن عامر بن تريس المنصوري ياتي مع المركز الخامس او السادس، بينما المركز السابع يتواجد هذا الشعار شعاري راشد بن خميس الغويص السويدي يقدم لنا حفلة، يقدم لنا حفلة، وكل سباقات الوثبة هي ايضا فيها حفلة وغي وفيها مشترى بالملايين بالفعل، بينما الوصول والدخول من الزاوية الاخرى هذه اللي تسللت من السياج الخارجي اللي تحمل الدريس الاسود بالنجوم البيضاء التي بداخلها مليون ناموس، بالفعل هذه هي اعتماد سهيل بن ثعيل بن صقر العامري، يعتمد مع اعتماد انطلاقة اعتماد في اول الاشواط. نتمنى له التوفيق ونتمنى لجميع المشاركين الفوز والانتصار. هنا مشاهدين الاعزاء وصلت الوسمية، راشد بن سعيد بن سيف الرميثي خدت المركز التاسع، المركز العاشر هذا الشعار القادم من سويحان، هذه هي الحذرة مبارك بن سعيد بن عبد الله الظاهري، وصل راعي ريمة، وصل راعي ريمة يذكرنا بريمة، ايام ريمة وايام انتزاع للاشواط الرئيسية، ياتي هذا الشعار بكل ما هو جديد، راعي الاسد وصيف الرمز هناك في مهرجان الظفرة ياتي للمشاركة خصيصا في اول الاشواط، هنا يتقدم من خلال الحذرة مبارك بن سعيد بن عبد الله الظاهري يتقدم، ولكن نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى المركز الاول، الشرطة في الصدارة منصور بن احمد بو عوانة المنصوري يقدم لنا الشرطة ايضا في هذا الأداء، في هذا الانطلاق، في هذا التميز في عاصمة الملايين. المركز الثاني وصلت حفلة، يتقدم راشد بن خميس الغويص السويدي، بينما شواهين خليفة بن سلطان بن رشيد يصل، بن رشيد يصل ويقدم لنا مجموعة من الشواهين، أبو محمد يتابع في هذه الانطلاقة أيضا وينطلق من خلال هذا الأداء، حميد بن محمد بن رامس اليحافي شوف الوصول، الله وصلت الحذرة وحذاري من الحذرة، حذاري من الحذرة، مبارك بن سعيد بن عبد الله الظاهري يتقدم، خذ المركز الرابع، خذ المركز الرابع، بينما المركز الخامس اللي تدخلت هذه اللحظات الظبي حمد بن عامر بن تريس المنصوري يتواجد ايضا على المركز الخامس، بينما المركز السادس هذه هي اعتماد سهيل بن ثعيل بن صقر العامري وصل على المركز السادس، المركز السابع الوسمية راشد بن سعيد بن سيفة الرميثي، بينما الدخول الاخر والتميز هنا وصل الغيلاني، وصل الغيلاني عزايم
راشد بن سالم الغيلاني، الدخول الاخر من خلال تواجد الهبيبة، منصور بن سالم بن زعيتر، وصل بن زعيتر على المركز التاسع، بينما هنا القادم انذار مبارك بن احمد بن سويلم العامري، ايضا دخلنا الغلاف الجوي للكيلو المثير. الله يا سلام يا الحذرة، يا سلام يا الحذرة، هذه حذرتكم منها، هذه اللي قتلكم خطيرة، هذه خطير الحذرة. على المركز الاول يتقدم مبارك بن سعيد بن عبد الله الظاهري، ولكن الغيلاني، الغيلاني ابناء السلطنة قادمين للمنافسة، خذ المركز الثالث، والغويص، الغويص وخبرته، الغويص مع حفلة يتقدم هنا ايضا راشد بخميس الغويص السويدي، الغيلاني مع عزايم وشد العزايم، ولكن الغويص غير الصدارة، والمركز الاول يقدم حفلة، حفلة، حفلة على المركز الاول، حفلة على الصدارة، عزايم من الزاوية الاخرى، راشد بن سالم بن علي الغيلاني يقدم لنا عزايم. يا سلام يا هذا الشوط، الانطلاق الاول لمن؟ لمن لمن لمن؟ غيرت عزايم، غيرت عزايم وعادت حفلة، وانطلقت الحذرة المية متر الاخيرة، لمن الفوز؟ لمن الانتصار؟ تجددت الامال مع ابناء السويحان، مشكور يا الظاهري، مشكور باسم الجمهور، ما شاء الله. الحذرة 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 الحذرة، مبارك بن سعيد بن عبد الله الظاهري، اوامرك 10 على 10، تستاهل جائزة اليوم على هذه الاوامر الدقيقة، ايضا مع الامتار الاخير. المركز الثاني، المركز الثاني حفلة، راشد بن خميس الغويص السويدي، المركز الثالث عزايم، راشد بن سالم بن علي الغيلان، المركز الرابع هناك ايضا انذار مبارك بن احمد بن سويلم العامري، والمركز الخامس وصول من الظبي حمد بن عامر بن تريس المنصوري. هذه النتيجة مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، سلاماتنا لأبناء السويحان، لأبناء ميدان التراث، 6 دقائق و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمبارك بن سعيد بن عبد الله الظاهري على هذا الفوز والانتصار، تهانينا لسعيد بن عبد الله الظاهري على فوز الحذرة، 6 دقائق ثانية واحدة وجزءا واحدا من الثانية. هي حفلة راشد بن خميس الغويص السويدي، المركز الثالث وصلت فيه عزايم لراشد بن سالم بن علي الغيلاني، ايضا قدمت عرض ومشاركة رائعة واحتلت المركز الثالث، المثلث الذهبي في الوثب غير يا جماعة، 6 دقائق ثانية واحدة 3 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن